كريم رمزي، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي رقم 10 في كل مكان ولقاءاتنا الخاصة. النهاردة معنا لقاء مهم جدا جدا مع واحد من النجوم اللي تألقت في الدوري المصري، البداية مع نادي سيراميكا ثم الانتقال إلى النادي الأهلي ومنه إلى سموحة، والآن هو واحد من نجوم نادي زد، هو النجم مصطفى سعد ميسي. مصطفى في البداية برحب بيك وبنقول لك تحيات زميلي العزيز كريم رمزي. حبيبي ربنا يخليك، منورني، وتحياتي للكابتن كريم. كلمني بقى عن التجربة نفسها والأداء اللي بتقدموه مع نادي زد في الدوري الموسم ده. والله أنا يعني الحمد لله، أولا يعني كل ده بفضل ربنا طبعا، ثم يعني هم منظومة ناجحة ومتكاملة وبيوفروا كل حاجة الصراحة. من أول يوم قعدت مع، مش عايز أنسى حد، مع كابتن سيف، مع مستر هيثم، مع كابتن مجدي، مع كابتن ولي، كل الناس صراحة، مجلس الإدارة بالكامل، كل الناس الصراحة محدش بيأثر من أول يوم لحد النهاردة، محدش أثر معانا بحاجة، دايما مفيش ضغوط، مفيش أي ضغوط على اللعيبة. فهم كمان جمعوا مجموعة لعيبة هايلة، يعني لو بصيت في الفريق مش فريق لسه صاعد طبعا، ده لعيبة كلها عندها خبرات، لعيبة كلها عندها إمكانيات، فالحمد لله ان احنا قادرين ان احنا نحط الفرقه في المكان اللي هي فيها ونقدر نحافظ على ده ان شاء الله. توقعت ان انتوا تبقوا من اول المسابقه لحد دلوقتي تقريبا ما بين الاول الثاني الثالث، توقعت النتائج والاداء ده؟ اكيد طبعا، لان انا لو ما كنتش متوقع ده او ده اللي انا برتب له او ده اللي انا بحضر له، ما كنتش هبقى موجود وسط الناس والمجموعه دي. بس من اول السنه ومن اول قعده مع الناس وهم بيجيبوا لعيبه اسماء كبيره زي ما انت بتقول، كلهم نجوم، لعيبه كلها عندها سي في قوي جدا، لعيبه كلها متمرسه في الدوري، فكان خطتنا كلها ان احنا نوصل اللي احنا فيه ده. كلمنا عن ماتش الزمالك وفكره ان انت تفوز على نادي الزمالك، اديتكم ثقه في نفسكم، كان الدافع عليكم بقى احنا نقدر نكسب الاهلي ونكسب الزمالك ونكسب بيراميدز ليه ما ننافسش؟ المباريات دي بيبقى لها ناحيه ايجابيه شويه عليكم كلاعيبه. ماتش الزمالك اكيد طبعا ضاف لنا، يمكن انا ما كنتش موجود مع اصحابي، بس هم عملوا جيم كبير قوي، وفعلا الماتش ده فرق معانا جدا، ونظره الفرق كمان اختلفت لينا تماما بعد، يمكن بعد الماتش ده كمان فرق معانا جدا، وثقه اللعيبه بتزيد في بعض بعد الماتشات دي. طبعا مكسب زي فريق على فريق زي الزمالك مكسب مهم جدا. مباراة الأهلي كان لها الحسابات دي في دماغك بصراحة قبل الماتش؟ ممكن أكون بحب نادي الأهلي جدا، أحب نادي الزمالك جدا، بس عمري ما هطلع أقول أنا بحب النادي ده جدا أو النادي ده جدا إلا لو أنا بطلت كورة خلاص، بقى ساعتها أقدر إن أنا أقول في مكان المشجع وأطلع على التلفزيون وأقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. إنما طول ما أنا شايل تيشيرت نادي زد دلوقتي، أنا بحترم نادي زد وأنا بنتمي لنادي زد، والفضل الأول والأخير هيبقى لزد، والانتماء الأول والأخير هيبقى لنادي زد. مصطفى الدوري شايف الامور اختلفت في المنافسه في مصر؟ والله انا شايف ان الاختلاف بقى جه الاول من مجلس اداره اي نادي، ثم جهاز فني، ثم لعيبه، لان هي بتيجي تدريجيا. انا لو كمجلس اداره داخل عايز اكسب ماتش النادي الاهلي، النادي الزمالك، النادي بيراميدز، ان هو اخر سنتين ثلاثه بيقدم عروض قويه، هينقل ده للجهاز الفني. الجهاز الفني هيبقى بالنسبة له ماتش الأهلي والزمالك وبيراميدز، هو داخل ياخد 3 بونت. احنا شغالين في زد مثلا، احنا عندنا النادي الأهلي زي نادي الزمالك زي أي نادي في الدوري، احنا داخلين هنلعب الماتش هناخد 3 بونت، مش هننزل عشان خاطر نقطة أو هننزل نخسر خسارة مشرفة، مفيش. خلاص الكرة اتطورت شوية في مصر من ناحية الحتة دي، إن أنت عادي ممكن تلاقي آخر فرقة مثلا ماتش البلدية والنادي الأهلي الماتش بيخلص في الدقيقة 96، كان وارد البلدية هو اللي يكسب، كان وارد الماتش يخلص تعادل. فكل مدرب ومدرب، يعني فرقة البلدية مع احترامي طبعا ليهم الكامل ومدربهم طبعا مدرب كبير واعد، لو بصيت قبل الماتش هتقول لا النادي الأهلي هيكسب، فرق إمكانيات، فرق كل حاجة، بس الكورة ما فيهاش كده. كسبت الزمالك وخلاص فاضل أقل من دقيقتين وتتعادل مع الأهلي، والأهلي بيحرز هدف في اللحظات أو في الثواني الأخيرة، حسيت بيه في الوقت ده؟ زي ما قلت لك هي تفصيلة، لو خدت بالك الجون جه ازاي، غلطة تشتيتة من مدافع بالظبط، قلشة دخلت جون، خلاص طبيعي، زي لو كان حصل الناحية التانية، لو كنا احنا استغلينا فرصة من اللي جات لنا او حصل اي غلطة واحنا استغلناها، كان الموضوع هيبقى العكس والمكسب لينا احنا. التجربة الاقصر، لكن خلينا نكون صراحة ان هي التجربة الاهم في
حياة مصطفى سعد ميسي، لأن التجربة أنت رايح نادي بتحبه، نادي من صغرك كنت نفسك تبقى موجود فيه، وهي تجربة النادي الأهلي. مصطفى بصراحة اتظلمت في الأهلي؟ اه طبعا انا ما خدتش فرصة خالص، رغم ان كان الفترة اللي انا كنت فيها كان تسمح ان انا اخد فرصة، بس انا من حظي الوحش ان انا برضو جيت في فترة فيها تغيير في النادي الاهلي في الاجهزة الفنية، ومع وجودي في المنتخب لفترة متتالية كل شهر في تجمع منتخب في معسكر كبير 10 ايام اسبوعين، فده فرق. ولما رجعت حسيت ان الكلام ان انا لسه صغير وان انا لسه بدري، فانا حسيت ان الموضوع هيبقى صعب عليا ان انا اكمل، وفي نفس الوقت كان مستر كولر اتكلم معايا ان الموضوع برضو ان عنده اولوية في الناس اللي بدأ معاه من اول الموسم وان انا لسه داخل عليهم، فاستنيت فرصتي لمدة، بس ما حسيت ان هي لسه بعيدة او يعني قليلة جدا او كانت تكون ضئيلة يعني، فحسيت ان انا لما اخرج واكمل وافضل في الملعب ده هيفرق معايا انا. زعلت ان تقريبا كل المجموعه اللي كانت معاك، حتى شادي حسين زميلك اللي كان جاي معاك من سيراميكا، خدوا فرصتهم وانت لا؟ والله يعني ما اعرفش انا، ما يعني مش عارف اكلمك عن حد مثلا، او شادي ممكن اقول ان شادي مثلا، بس مش عارف برضو شادي خد الفرصة كاملة ولا لأ، بس اللي اقدر اقول ان شادي لعيب كبير وممكن يكون برضو اتظلم لان هو جه في فترة تغيير اجهزة فنية برضو، لكن انا عن نفسي انا مش زعلان لان ده تدبير من ربنا، انا خرجت الحمد لله عملت نص موسم هايل مع سموحة، والحمد لله ربنا كرمني وكرمني بإدارة زي نادي زد وجهاز فني محترم ونادي محترم، نادي متكامل بكل حاجة، قدرت ان انا اظهر نفسي تاني للناس، والحمد لله الواحد بيشكر ربنا ان هو بيظهر مع كل الفرق اللي هو بيروح يلعب معاها بشكل فني كويس وثابت وأداء مميز. مصطفى انا هقول لك حاجه بصراحه ما تزعلش مني، ودي كانت بتتقال اثناء وجودك في النادي الاهلي. كان في كلام بيتقال ان مصطفى خلاص انا عارف ان انا مش هاخد فرصتي مع النادي الاهلي وان انا ماليش مكان في النادي، فكانوا بيقولوا ان انت كنت ايه، بدات تبقى كسول شويه في التدريبات، بقى طموحك بيقل، حسيت ان انت خلاص بقى ان هي بتقضي وقت وهيخلص، الكلام ده كان صحيح؟ مستحيل، ما كنتش هجازف واروح نادي كبير الفترة ما كنتش بتلعب بقى زي خلاص انا النادي مش الاهلي. هاخد لا، فرصة. ما انا لما رحت النادي الاهلي حصل لي اصابه مزق في الاماميه، فقعدت شهر كمان، فاما رجعت بالعكس انا لما نزلت التمرينات حسيت ان الراجل غير فكره تماما فيا وان انا مش لعيب صغير لسه، بالعكس انا قدرت اثبت نفسي في التمرين، حتى كابتن سامي قمصان كان دايما يعني هو يمكن اكتر واحد كان بيجي يتكلم معايا سبورت الفتره ليك. دي، هو وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، بس كابتن سامي بالاخص كان بيجي يتكلم معايا كتير يعني، ويقول لي انت لعيب كبير وهنا في النادي الاهلي انت بتستنى دورك ايا كان، لو جه بعد سنه بعد 2 بعد 3، وانا داخل النادي الاهلي كنت عارف حاجه زي دي، بس انا عقليتي ما قدرتش تستحمل. ليه ما صبرتش شوية؟ ما انا مش بني ادم صبور، وخصوصا في الكوره انا زي ما قلت لك انا عايز ضحيت تلعب. بكل حاجه من صغري عشان خاطر الكوره، فانا الكوره بالنسبه لي هي النفس يعني مصدر كل حاجه بالنسبه لي، فحسيت ان اعادي ده هيأذيني مش هي، وخصوصا ان انا كان عندي 21 سنه تقريبا وجاي بلعب وانا مش عايز اتنسي بدري، مش عايز يتقال عليا لعيب جم النادي الاهلي واتركن وخرجوا اعراض، مش ما حبيتش ان انا اتحط في الحته دي، حبيت ان انا افضل في الصوره، افضل الناس كلها شايفاني في الملعب، حسيت ان ده هيفرق معايا، وخصوصا ان انا بتمنى من ربنا طبعا ان انا احترف بره، ده هيفرق معايا جدا طبعا، لان انا من قبل ما اروح النادي الاهلي كمان وانا نفسي او هو الهدف بالنسبه لي الاول ان انا احترف بره، لما جالي طبعا النادي الاهلي ما ترددتش لان النادي كبير، وجوه ما حصلش نصيب ان انا اخد فرصه وان انا اقدر اثبت نفسي، بس الحمد لله انا دلوقتي في مكان احسن من اللي انا كنت فيه في الحاله مثلا اللي انا كنت فيها، بس الحمد لله انا دلوقتي في مكان يعني لحد ما خلاص يعني مكان محترم ومكان بقيت كبير نفسيا بصراحة. بقيت نفسيا احسن كتير من ان انا اكون قاعد وكده، نفسيا كان هيأثر عليا كتير. بس بتبقى مبسوط ان وانت بتتحدى نفسك دلوقتي والناس تتكلم والجمهور يقول لك
احنا خسرنا مصطفى ميسي. اكيد طبعا بيفرق، مش قصة خسارة، قصة ان الناس شايفاني مش بالعين اللي انت قلت عليها، اللي هي من شوية وانت بتسألني الناس كانت بتقول ان انت بتكسل. لا، انا كنت بصارع ان انا الناس تشوفني بنفس العين اللي هي شافت بيها اللعيب دون وهو بيكمل كمان مع النادي ده، عشان يعرفوا ان انا مثلا ممكن يكون اتظلمت، ما خدتش فرصة كاملة، ما خدتش الفرصة اصلا، عشان واقدر اثبت لنفسي كمان ان انا استحق ان انا العب، واستحق ان انا كنت اخد فرصة. مع الاحترام لنادي زد، وانت نجم في نادي زد والعلاقات حلوة بين الاهلي وزد، لو جات لك فرصة ان انت ترجع النادي الاهلي تاني، هتوافق انك تروح الاهلي تاني ولا هتقلق وتخاف؟ هو محدش بيرفض النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انا على ذمة نادي زد، وانا يعني باكن كل الاحترام والتقدير لمنظومة زد بالكامل، وانا ما اقدرش ان انا احكم من في حاجة خلالهم زي اي دي. حاجة من خلالهم طبعا. انا بالعكس، انا هم لو جم قعدوا معايا واتكلموا معايا في حاجة زي دي، هقول لهم اللي انتوا شايفينه اصلح ليا، لان الناس دي بتحبني الناس شخصيا محترمة. قبل كرويا، وانا نفس الكلام. بس فالعلاقة أسرية دلوقتي، فالموضوع زي ما قلت لك هيبقى بالقعاد سوا. احسن لعيب في مصر. بالنسبة لي محمد عبد المنعم، عشان مستواه ثابت بقاله 4 سنين أو 3 سنين. محمد عبد المنعم من أكتر اللعيبة اللي بشوفها بتشارك باستمرارية، أداء ثابت باستمرارية، عنده تجديد للمنافسة بينه وبين نفسه. أتمنى إن هو كمان يحترف بره، يكسر الدنيا. أشكرك يا مصطفى، ربنا. شرفتنا في رقم 10، وكنا مبسوطين بجد. أنا من اللقاءات الحلوة بصراحة اللي أنا عملتها، ربنا يخليك. شرفتنا ونورتنا في رقم 10. بتمنى لك التوفيق مع زد، المنظومة المحترمة والمحترفة. بتمنى لك التوفيق مع منتخب مصر الأولمبي في باريس إن شاء الله، وتحقق كل أحلامك، وإن شاء الله نشوفك أنت لسه صغير، ونشوفك إن شاء الله في أكبر الأندية في أوروبا إن شاء الله. آمين يا رب.